ماذا يجب على المرأة المتوفى عنها أن تفعل؟ هل إذا مشطت شعرها حرام؟ وهل إذا رأت رجالا أجانب من غير قصد أو شاهدت نفسها في المرأة هل عليها دم؟ وأيضا إذا اغتسلت بالصابون ودهنت شعرها بزيت من غير رائحة هل تكون آثمة؟ والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تفعل ما أمره الله تعالى، وأن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويجب عليها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن تمكث فيه إلى أن تنتهي العدة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ويمكث في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا مانع أن تخرج لحاجتها الضرورية في النهار، وكان لها حاجة ضرورية لا يمكن قضاؤها إلا بخروجها فإنها تخرج في النهار دون الليل، أما الليل فإنها تبيت في المنزل مهما أمكنها ذلك مدة العدة. وأما ما تتجنبه فيلزمها الإحداد مدة العدة، والإحداد معناها أن تتجنب ما يجملها ويرغب النظر إليها وفي مساحها، تتجنب أنواع الزينة من الحلي واللباس لباس الزينة، لا تتزين بالحلي ولا تتزين بثياب الزينة، وتتجنب الطيب بجميع أنواعه مدة العدة، وكذلك المطيبات من المواد الدهنية أو الصابون أو غير ذلك، كل المواد والمراهل المطيبة التي يبقى لها رائحة في يدها أو في جسمها تتجنبها. أما الادهان بالأشياء التي ليس لها رائحة طيب والاغتسال واستعمال الصابون غير المطيب أو السدر أو غير ذلك من المنظفات فلا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها أن تغتسل بالماء، لا حرج عليها أن تدهن بالدهونات التي ليس فيها طيب، وكذلك دهون الرأس والشعر الذي ليس فيه طيب لا حرج عليها استعماله، وكذلك لا حرج عليها أن تنظر في المرآة مدة العدة، ولا حرج عليها أن تكلم الرجال بقدر الحاجة من غير فتنة ومن غير خلوة، تكلمهم بقدر الحاجة مع التستر التام والاحتشام التام. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا دهن الشعر والاغتسال بالصابون هذا لا يؤثر في الصالة؟ هذا غير مطيبين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يشيع على ألسنة بعض النساء كلام وكلام منها عدم رؤية القمر والخروج إلى السطح أو إلى الحوش أو ما إلى ذلك، ما هو توجيهكم لهن جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ كله، مسألة أنها لا تخرج للحوش، نعم، لا تخرج للسطح، لا ترى القمر، هذا كله كلام لا أصل له. لها أن تخرج إلى الحوش، ولها أن ترقى إلى السطح، ولها أن تنظر إلى القمر والنجوم والسماء، لا مانع من ذلك، جزاكم الله خيرا. إذا اتصلت بقضاء بعض حوائجها عن طريق التلفون في الصالة، لا مانع أن تكلف التلفون لحوائجها ترد على الهاتف، الحمد لله، لا حرج في زيارة طبيب في الصالة عند الحاجة، لا بأس، إذا لم يتيسر أن يؤتى لها بطبيب المنزل، نعم، وقت الأمر لا تخرج وهي محتاجة إلى هذا، نعم، لا مانع أن تخرج بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا. زيارة المريض في المستشفى؟ لا، أما المريض فلا تزوره في المستشفى، لأن الزيارة ليست واجبة وليست ضرورية، طيب، ولكن بإمكانها أن تكلمه بالهاتف، نعم، أو أن توصي الذين يذهبون إليه، توصيهم بالسلام عليه والدعاء له، نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان المريض في بيته وقريب من بيتها، إذا كان يحتاج إلى الخروج لا تخرج، أما إذا كان لا يحتاج إلى خروج يكون بين بيتها وبيتها اتصال، نعم، غير خروج، نعم، جزاكم الله خيرا.